يا ولاد مالك ومال حماده؟ ايه لاقي بس الباروكه دي عشان نعرف ناخد وندي مع بعض؟ ما بعرفش اقعد على السجاده، انا عندي خشونه في الركب. ينفع كده تطلعي عليا الفشار وبعدين بترمي النعمة على الارض؟ حرام عليك، الفشار ده حاجه حادقه مش حاجه مسكره. انت بتضحكي على حماده؟ بنخلي بقهوه ساده. قهوه ساده دي اللي هنشربها على روحك ان شاء الله، بس اربع اطباق بسكر. يا دكه بيعمل لك انزلاق غضروفي، محدش بيمشي على تراك بكعب. انت واثق لما تجري كده هتخس؟ فكرتني بايام فرح الطالون ده، ما لبستوش غير مره واحده في الفرح، وبعد كده بقيت بنزل لما اغزب شبشب الحمام. داري حضرتك جايب الرشاقه والاناقه دي منين؟ عشان نبقى عارفين، بس عايزين نتعلم. هو انت بتجري ولا رايح تحضر اجتماعي؟ ليه حضرتك بتجري كده ولابس كلاسيك وطالوه 15 سنتي؟ اه ايه تعبت؟ ايه اللي تعبك؟ سلامتك. وبعدين كده لا مؤاخذه الطالوه ده هيخرم التراك اللي انت بتجري عليه، ده لازم تبقى لابس حاجه لا مؤاخذه سحافي كده، شحاطه سحافي او كوتش يكتشش عمرك يا شيخ. واو، لا ابوس دماغ الوالدين بتوع انت، ما تقلدش رقبه البت ممكن تتكسر، في فرق في الاحجام. وبعدين ده متدرب ان هو يعرف يخلع ازاي من محكمه الاسره. ايه البنطلون هيتقطع؟ هات البتاع السلابولة دي اللي بيحطوها، اسمها ايه مش عارفه، اسمها سلابولة ولا اسمها ايه، شحاطه بيحطوها كده عشان لما اخذ البنطلون بينزلق منهم لتحت، فتفضل كتافك بقى ايه شايله الزعطلون كده وانت ماشي. هو ده ما انا عمل كده، بدايه غير مبشره بالمره. نكتفي بهذا القدر، احفظا بس على شكلك قدام الناس. ثانك يو. نعم؟ ايه؟ هو في ايه؟ ايه اللي جرى لكم يا رجاله؟ ما تنشف كده يا ابني. لا للتعنيف، انا ضد التعنيف، دي حاجه عفويه خرجت منه. انت اديله بريل، اشرب بريل. انا صوتي لما اخذه اخشن منه، طول النهار بزعق ورا العيال، يا جبت تحس ان احنا بناخد كورسات في الزعيق. ايوه شفت؟ شفت هو خاف منك ازاي؟ لا شخصيتك قوية. خلاص يا بابي، هو مش هيعمل كده تاني. اظبط نفسك بقى، اظبط نفسك، عيب مش كده. يا بختك، انا يا اختي يوم ما فكرت ان انا انزل لمؤاخذة البحر، الموج كان فوقية 3-4 امتار، الموجة خدتني كده عصرت، عصرتني وطلعت لهم ايه ترزان. لا اطمنوا انا كويسة، ما كنتش بغرق ولا حاجة. وشفت الموت بعيني. حرم؟ لا نزلت تاني، خدتها 8 مرات. بس طلعت ايه؟ مجففة. انا حبيت بس اوريكي انا زحلقتك. انا محدش عارف يزحلقني لما اقصد. عشان تعرفي ام عدي. طب ما تعرفيني الموضوع يا ام عدي، هو مين مضايقك؟ انا قلتلك كلمة. يعني كل ده عشان كلمة؟ ام عدي هتوديكي رايح جاي. طب ما حلو، ده اوبر بقى غالي دلوقتي، على الاقل نوفر المواصلات. قلتلك على منطقتك ونزلتيها. طبيعي اروح منطقتي، اما اروح فين؟ شفت بقى شغلتك ازاي؟ لا ما انا ما اشتغلتش، لما اروح ما انشقتش ما اشتغلتش، بس انا عايز اعرف ايه المشكله، يعني عرفيني، حقي ان انا اعرف. قلت لك على اسكندريه ونزلتي. بحبها اسكندريه دي، انا بعشقها. والساحل كمان. الساحل ما بقناش بنروحه دلوقتي، بقى غالي. بقى بتاع الاشرار، احنا كنا بنروحه زمان، دلوقتي بقينا بنحقد على اللي بيروحوا. مش قلت لك لو على ده مش هتروحي؟ ايه لو على ده؟ طب قدري ده طلع باروكه، ها؟ اصدقك ازاي بعد كده انا؟ عرفت ازحلقك يا حلو. برضو هرجع اقول لحضرتك محدش يعرف يزحلقني. بعدين سؤال صغنطت قد كده، هو لما اخذ الدراع ده كله، ده ذهب حقيقي ولا صين؟ فضول بس مش اكتر، عايز اعرف بس انا وصلت لحد فين؟ نزلت تحت الصفر ولا لسه؟ هو ده المخ. حضرتك المخ وانا العضلات، انا موافقه، بس اعرف بقى الموضوع. هي دي المعلمه. حضرتك بقى معلمه في ايه؟ في المذبح ولا في سوق الجمله ولا فين؟ قلت لك ام عدي رايح جاي، اديني وديتك رايح جاي، عمال اوديكي هنا واوديكي هنا. يا ست كويس، ادي هتخس شويه، بدل ما احنا قاعدين نعمل دايت مش نافع. الدكتور يقول لي اصل العظم بيوزن، اقول له ازاي يا دكتور العظم بيوزن؟ يقول لي لا هو العظم بيوزن. قال لي ممكن تنزلي دهون وعضلات. اعمل ايه بقى؟ ابرد العظم ولا اعمل ايه؟ مش عارف البس اللي انا عايزاه. وديتك رايح جاي، عمال اوديكي هنا واوديكي هنا، بفسحك بفسحك. لو فسحه مدفوعه الاجر انا موافقه، مش مشكله العواقب، اهم حاجه ان انا اتفسح. هو انا فاضيه؟ يعني حضرتك قاعده تفسحيها كل ده وفي الاخر انت مش فاضيه؟ طب اللي هو ازاي يعني؟
فسحاب خيالك؟ انا اوسخ ايدي. توسخ ايدك وحضرتك بتشتغلي في ايه بالظبط؟ وبعدين لو مش عايزه توسخي ايدك في حاجه اسمها جوانتي من الصيدليات موجود، ولو مش عايزه الشفاف ده في اللي هو الصوف عشان البصمات. صباح الاجراء. علشان واحده ما هي لو ما كنتيش حضرتك اتضايقتي وطلعتي عملتي لها فيديو. دايما اللي شغل افكارنا هو اللي بنقعد نتكلم عنه، اللي مش شغل افكارنا هو مش موجود، ما بنشوفوش. برضه حضرتك عملتي كده ومشيتي وما فهمتش انت متخانقه مع مين والخناقه على ايه؟ انا كل اللي فهمته ان حضرتك فسحتيها. طب انت طالعه زعلانه ليه؟ ما هو محن ارادتك فسحتيها بمحن ارادتك. الناس اخلاقها اتغيرت كده ليه يا جماعه؟ مش هم دخلونا في حياتهم؟ يقولوا لنا بقى اصل المشكله ايه؟ ما يجيش يرموا حاجه كده ويجروا. شرقت. شرقت وانا عندي برد وبقاوم عشان اشتغل، انا ست قويه. طلبت منه سبتين، جاب لي السبت ده دورين، سته فوق سته تحت. سبت مصغر ده ولا ايه؟ ولا على قد فلوسك؟ صفين، سته فوق سته تحت. طب احمد ربنا ان هو جالك صفين لا مؤاخذه. انا لسه طالعه بصف واحد وصف سنان اللي تحت وقع، بس عادي طلعت وخدت حقي اهم حاجه. دورين، سته فوق سته تحت، هو عامل عموله مخصوص ليا؟ انا مش عارف، بصوا اول مره اشوف الحجم. ليه؟ هي عماره؟ تقريبا حضرتك ضايقتيه او طلباتك كتيره. اول مره اشوف الحجم ده والله. اول مره اشوف. واخر مره، والحقي نفسك، احنا بعد كده هنشم او حقن. يقول لك اديني حقنتين لو سمحت، اديني حقنه عنب لو سمحت. حلو تقليل السكريات حلو، ادينا بنخس عادي، بقينا رشاقه وخفه وجمال وببلاش من غير فلوس، هو حرق اعصاب بس. ايه ده انا مش عارف ايه ده؟ انت عارفه انت بتتنكي على ايه؟ احنا مش تقليل الصف الاولاني اصلا، اقعدي واسكتي واحمدي ربنا، هو البني ادم كده يفضل يتنطط على النعمه ولما تروح من ايده يزعل. سوسو. انا اسمي روبا، ما اسميش سوسو، بس قول لي وانا اوصل لها، انت عايز ايه من سوسو؟ غيرك ما بختار، لو حرقوني بنار. يحرقوك بالنار ليه؟ يا ماشية غلط، مش انت عايزة على سنة الله ورسوله؟ وسألنا الشيخ وقال حلال، خلاص يا بوي خش واتكل على الله. اي لا كان ولا صار. انت مهنك؟ طب ما شحنتش كويس يعني، ما اكلتش، ما اتغديتش، ما تعشيتش. غيرك ما بختار، لو حرقوني بنار، حالك يا روحي. طب انت بتقرا من شاشة الموبايل؟ انا بحاول اتواصل معاك. لا كان ولا صار. انا وراك دايم دوب ساعة بساعة يوم بيوم. لا ولا انت بتخم وبتقرا من شاشة الموبايل، يعني انا عارفة الحركات دي كويس، كانوا بيعملوها لنا زمان لما كنا ندخل كده المشهد واحنا مش حافظين، يمسكونا يافطة كده ورا الكاميرا نبقى قاعدين نسمع زي الهوب. القلب بحبه مغروب. انت بتحب القلب ولا بتحب سوسو؟ القلب والكلاوي حاجة وسوسو دي حاجة تانية خالص، حدد موقفك عشان تعرف توصل لهدفك. جنان فيك ليل نهار. الليل والنهار ده وديها بريك في المغرب، كلنا محتاجين البريك ده بصراحة. ضوافر ذهب. تعرفي أنا لو طلبت من جوزي ضوافر ذهب هيعمل فيا إيه؟ هيديني بالضوافر في وشي. في إيه؟ أنتوا ليه محسسينا إن إحنا معانا فلوس ناكل؟ ده إحنا علينا الإيجار مش عارفين ندفعه. هشوف انا فيديو زي ده يجيلي انتكاريا؟ حرام عليكم، خسيت النص من كتر القعر، خسيت النص. وبعدين لا مؤاخذه هو ده انا هلبسه مثلا واقف اغسل المواعين على الحوض؟ ها؟ ردي ردي عليا كده وكلميني راجل لراجل، بلاش ست لست دي. اقف اغسل بيه مواعين؟ ولو وقع مني واحد في الشارع اعمل ايه؟ ده انا مش بعيد على اللي اقول لمحليه لو وقع مني واحد في الشارع، ده الضفر بثمن الشبكه كلها. ايه حرقه الاعصاب دي؟ ما نراعي بعض عشان ما نجيش على بعض وندعي على بعض، حاسسين ان انتوا بتعرضوا لحد خارج الوطن العربي. حضرتك بتعرضي ده لمين؟ ها؟ مش عايزه اتعصب عشان الحته دي بتوجعني لما بتعصب، وهخسر فلوس وهنزل اعلق محاليل دلوقتي. بس اقول لكم بقى ايدي وهي فيها المحلول، يا ابويا كنت نصحتني. ابويا ما نصحش حد، ابويا مش عارف ينصح نفسه. اوه ماي جوت. ايه ماي جوت؟ مالهم بقى؟ في ايه؟ في ايه؟ كسري. الكسري دلوقتي بالنسبه لنا بقى من الفواكه، هنزل اجيب لي طبق كسري قد كده ب 30 جنيه وبعدها بحس بجوع. سبحان الله، انا اجيب اكل من الشارع اجوع بعدها بخمس دقايق. مش عارفه العيب فين، العيب في الاكل اللي بره ولا ان انا ما بعرفش اعمل لا سمح الله اكل، رغم ان انا اكل زي العسل. يا تبطل تخبيط يلا اجيب لك كسري. ده مودي ابن اختي،
واختي اللي مختارة لي القوت فجل النهارده. مش كل المهرجانات ينفع نعمل عليها شغل، عشان الساوند ده او الصوت ده عيب، وانتوا رجاله شكلكم محترمين، كملوا بقى احترامكم للاخر، ما تجيش تهزقوا نفسكم على اخر الزمن. بلا كفري ايه؟ كفري؟ اسمه قاشر يا دناي، وعليه دقه كده بيبقى طعمه حلو قوي، جوعتونا الله يسامحكم. ايه يا جماعه انتوا عايمين في فيروز؟ بيدلقوا لكم فيروز بدل الميه ولا ايه؟ وانا كنت فاكره نفسي نازله في كريستال. يا عم سيب الشحاته، وانت هتتسرق هنا؟ ده حضرتك الممر اللي انت بتجري عليه ده لا مؤاخذه يعني مش عايزه تشبيه، بس عشان محدش يطلع يتريق عليا بكتير، والله بكتير يا اخويا. هو في ناس كتير غنيه وانا على علم بذلك، بس الجنيه يطلع من تحت درسها مخرم لا مؤاخذه من الغيظ. هيسيب لكم الشبشب او الشحاته؟ انتوا هبل ولا مجانين؟ هتعملوا لنا فيها كيوتشي ومش كيوتشي؟ بس هما دهنين بقى البسين من جوه فيروزي عشان يبان في وشنا كده فيروزي، ولا ده لون الميه الطبيعي؟ في الكومنتات، عشان اختكم لما بتشغل المحقق كورنو عندي او كورنو فليكس ده بتوه، بيجي لي العصبي، ما برتاحش غير لما اجيب اساس الحاجه، ويا ويل اللي يقع تحت ايدي مثلا ويفكر يشتغل. افضل اربط الاحداث حدث 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 لحد ما اوصل للب الموضوع، وبعد كده بتجيله على كشاف عينه على طول. حضرتك بتفضحها يعني ولا انت فرحان بيها، ولا فرحان بانجازك ومذاكرتك معاه؟ تعرف ولا ليك عليا حلفان؟ انا مدرسه عملت مع بنتي كده على الجروب، مش عايز اقول لك اللي حصل فيها ايه، حدث ولا حرج. ستة دي جايبه 6 من 8 + 2 = 20. خلاص يا حبيبي، مش لازم تحفيل قدام زمايلها، بينك وبينها او بينك وبين اهلها. ليه كده؟ ما بحبش الاسلوب ده خالص. ميرسي ايه لازمة ميرسي في الاخر؟ ها؟ ده كانت تقول على الجروب يا جماعة انا مش عايزة اقول اسم الطالبة، مين الطالبة؟ نحفظ بقى المرة الجاية، اخش لها على الخاص، حضرتك كلميني على الخاص، يعني في مشكلة تواصلي معايا على الخاص. لا الحصة اللي بعدها ايه الطالبة؟ اخر ما زهقت بقى رحت فاتحة فيها بقى، وانا لو فتحت في حد، وانا لو فتحت النار على حد اخليه يكره اليوم اللي فكر مجرد تفكير انه يضايقني بس، ومن غير غلط. العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم، ام الله يرحمها ربتني على كده. منين عسكري؟ انت بتتكلم كده ليه؟ عسكري خد اظبط. هيظبطه ازاي؟ ها؟ منين عسكري؟ طب ما ظبطتوش عسكري؟ ظبطته بقى على كام؟ ها؟ 28 ولا 30؟ بس 30 اللي كوشت ممكن يفرقع منك لو انت ماشي على سرعه في الحر اللي احنا فيه ده. الله ده سر باتع، ابعد انت بقى واخلع لحسن لا مؤاخذه، هتلاقي نفسك انت ايه دخلت برضو معاهم وسنا. مسبح ممنوع ينزل في اي حدا غير اللي لابس بكيني. احنا مسلمين في البطاقه. عايزه اقول لك عملوا فيا كده في الغردقه وكنت زعلانه قوي ومقهوره، قال لي يا فندم حضرتك ما ينفعش تنزلي البسين غير بمايو، وانا داخله عليه بقى بكل فخر، كنت 102 كده ما تجيبش لا طولي ولا اخري. قلت له حضرتك ما ده لابسه مايو. هو الراجل ايه حس ان انا ايه عنيفه شويه، فخد خطوه لورا حفاظا على حياته، لان انا وقتها اتعسبت والشمس كانت مسوده وشي وما كنتش طايقه نفسي وخارجه من ولاده. عايزه اقول لك انا لو كنت طولته كنت فرمته. فقلت له يعني ايه؟ ابقى دافعه وجاي 5 ساعات سفر تقول لي ما فيش نزول البسين؟ ازاي؟ بص لي كده من فوق لتحت قال لي حضرتك اللي انت لابساه ده مش مايو. انا برضو ما ترجمتش، قلت له والله مايو انا لسه شاريه من هنا كمان ما جبتوش معايا من مصر. قال لي لا حضرتك تبقى مايو زي ده. ضربت عيني كده استغفر الله العظيم يا رب، مش دي الحاجات اللي ما ينفعش حد يشوفها؟ فايه بقى العرق الصعيدي طلع عليه، راح باصص لي كده وزود خطوه كمان لورا وقال لي يا فندم بتقدري تتواصلي مع الاداره، انا هنا بنفذ القوانين بس، ومش عايز احكي الباقي بقى. كانت ليلة، الشاطئ كله والمارينا واللي بره المارينا اتفرج علينا، وبمنتهى الكرامة نزلت البحر بليت رجلي وطلعت. هو اصلا مش فاهم ان انا كنت هنزل رجلي بس واطلع عشان ما اغرقش ويبقى شكلي وحش قدام الناس، احرجني فوق ما انا كنت منحرجة. صوري بره عشان هم عندهم اللي بياخد اللقطة لازم تبقى مالطة.
وهيجي لك قلب لما اخذ تفرك ايدك كده وتليط وشك وتغسله؟ انا معدتي قلبت. وبعدين الافكار المتعفنه دي بتجيلكم منين؟ علاقه قذره. شايفين البتاعه الصغيره دي؟ اه مالها؟ دي سلاح لاي بنت، خدها في شنطتك. امشي بيها ليه؟ اه دي بتاعه ايه دي؟ ها؟ عباره عن ايه؟ عن عصايه. بصي استخدميها ازاي كده؟ هتدوسي تكه كده بقت عصايه. بصي ستانلس اصلي كده، انت جمدتيها. بصي هتخبطيها على دماغ اي حد يعكسك او حبيبتي. انا عبال ما افكر واترجم اصلا ان انا اطلع البتاعه دي من الشنطه، ايدي بتترعش لمؤاخذه كده كده اوتوماتيكي يعني. قبل ما افكر هيكون الواد جابني هوكر كده، جابني نصين في الارض. انا بتنح له وبرق له كده. هو بيخاف من شكلي مش بيخاف مني، وياخد بعضه ويجري. دماغ اي حد يعكسك او يضايقك مش هيرجع لك تاني. لا ده احنا كده هنخش الاسم مع بعض. اخش الاسم بعصايه يقولوا عليا ايه؟ ايدي مش مكفياني؟ عيبه في حقي. انا ما شاء الله اكتر حاجه فيا حلوه اطرافي، الالم مني بيسمع. واحد ما بيحبش يتكلم عن نفسه كتير. بجد والله العظيم انا جاي اتكلم بجد في حاجه بقى خانقاني. ما حضرتك اتكلمي من غير حلفانات كتير. انا اعرف ان اللي بيحلف كتير ده بيبقى كاذب لمؤاخذه. انا اسف. في حاجه بقى خانقاني خانقه يعني. مين اللي خانقك؟ بعدين ده انت ما شاء الله زي القمر اهو، حد يستجري يخنق القمر؟ حتى الليل ما يطلع له الشمس. بجد انت لازم تشوفي لك حل في ريحتك وانت في المشروع دي. بس انا ما اعتقدش ان حضرتك بتركبي لمؤاخذه مشروع، عشان دي لغه اسكندرانيه. مشروع يعني ميكروباص او وسيله مواصلات، زي ما بوصل لكم الكلام كده والترجمه. مشروع دي بجد انا زهقت، انا زهقت منك يعني زهقت. والله لازم اكتر الناس بتتكلم هي اكتر الناس عندها المشكله وعن تجربه شخصيه. يا بنتي يقول لك ايه؟ انا ما احبش اعير حد، واول مشكله هو اللي يعايرك. انا ما احبش اتكلم على حد، واول حاجه يتكلم على الناس. فاللي بيتكلم ده هو اللي عنده المشكله مش الناس. وبعدين حضرتك هتلومي على واحده مثلا راجعه من شغلها اخر اليوم طلعان عينها في الحر ده ومش عايزه لها يبقى ليها ريحه؟ ده الطبيعي عشان احنا بني ادمين. اصلها مش هتاخد دش لما اغزه في الشارع. نبسطها لبعض. وبعدين في ناس فعلا عندهم الغدد بتفرز ريحه كده، ملهاش علاقه بقى بنظافه شخصيه ولا مش بنظافه شخصيه، عشان انا شفت الكلام ده بعيني. في ناس فعلا عندهم نوع الغدد وراثه من الاب او من الام بتفرز الريحه دي، ملهاش علاقه بقى اذا كانت هي واخده دش او مش واخده دش. بقى مش هتبات في الحمام يعني، هتعمل ايه؟ مرض زي الصداع زي الضغط اللي انتوا جايبينه لنا ده. وبعدين حضرتك ممكن تعملي الدعايه من غير ما تشتمي في حد، مش هطلع لك المنتج، مش هريحك برضه. طبعا انت راجل عمرك في حياتك ما تمدي ايدك على واحده ست عشان الروس ما تتسواش، تبقى الست زيها كده. حلت المشكله؟ تحس ان في ايه بلعه كده، ايه الجنزبيل بالبلح بالشطه طلعت في وشنا يعني. عادي ما تستغربوش لما تلاقي واحد بيضرب واحده في الشارع، هو شايف نفسه لمؤاخذه مره زيه زيها. انتوا زعلانين ليه؟ والستات لما تتخانق مع بعض بيجيبوا بعض من شعور بعض. نفس وهدوء هتعرفي تركزي. حضرتك بتحطي الصفايه في الحوض وتقلبي عليها بقى الحاجه اللي جوه العلبه اللي انت مش عارفه تفضيها دي، يصفي منها الميه ونشيل. لكن اللي حضرتك بتعمليه ده انت بتشتغلي نفسك مش بتصفي. لا انت لما مؤاخذه لو اتعاملتي زي اهالينا زمان لما كانوا يمسكوا الحاجه يفعصوها كده عشان يصفوها من الميه، هتكوني وفرتي على نفسك وقت ومجهود ومعاناه، ووفرتي عليا كمان ان انا اتعصب. صدقي هتبقي عملتي فيها معروف. يا ده اعمل كده لو خاطفينك يلا، لا جواز تحت التهديد ده ولا تحت البترول. طب انت مليط وش اسود ليه؟ عشان تعلمه يعني من ضمن المعازيم ان هو ده العريس ولا لا؟ بس كلكم لابسين بدل مختلفه يعني اكيد عارفين ان ده العريس. تستخدم الجبونه بتاعت الفستان تمسح بقى وشك كله من اللي هو فيه ده كده. لما قربتوا من بعض انا عارفه ان القرب احيانا بيعمل ماس فبينفجر في وشنا. ناخد مسافه بقى، اتمنى القرب بيعمل فينا كده، ناخد مسافه حفاظا على حياه الاخرين وحياتنا. ما حياتنا كده مش على الفاضي برضه.
حضرتك جايه تسترخي قدام الموجه؟ يا دنيا ما تسكيش في البحر، البحر غدار. انتوا لسه مكتشفين الموضوع ده دلوقتي؟ انا نازحه بقى لما اخش مكان اقول له انا عايزه العصير بتاعي من غير تلج، يقول لي ايس يا فندم. اعمل نفسي غبيه مش فاهمه حاجه، اقول له افندم افندم، لحد ما يقول لي احط لحضرتك تلج يا فندم، وهو متعصب بقى وجايب اخره. اقول له لا عايزه تلج بره. شكلي ينفع يتنسب عليه؟ ايه بيج ياسمين بتتجوز؟ حضرتك خطبتيها ازاي دي؟ يا نهار اسود منيل، وعيالك اللي في البيت عملت فيهم ايه؟ هرجع اكرر الموضوع ده تاني، انا قلتها قبل كده والله، انا لو جوزي شافني وانا برقص معاك يا استاذه ياسمين مش بعيد يطلقني، ويبقى حقه بصراحه، ده انا غيرت على نفسي منك، انت متخيله؟ حضرتك بعيدي عنها يعني، وجوزك ازاي سايبك ترقصي معاها كده؟ يا جماعة حد يفسر لي، هي خطبت ولا ايه؟ الفيوزات عندي ضربت، ما بقاش عندي ولا فيوز واحد. انا اختي لسه بتقول انت اتجننتي كده ليه؟ قلت لها لا انا سبت مشاكل الناس وبقيت اضحك الناس، بس الفيوزات عندي ضربت باللي انا بشوفه. الحسين وشارع المعز يا جماعة، انا بس مش عايزة حد يظلمها وتفتكروا لا سمح الله ان هي رفع لها كاسين ولا حاجة، مش عايزين نظلم حد، عادي الولية مروقة شوية، ادوها فرصتها تروق، عادي ممكن يبقوا كاسين عصير قصب، وفي ناس دماغها بتروح بسرعة عادي جدا، بس انا مش عارفة هي بتروح فين بقى، يعني انا قاعدة كده مستنية اشوف الدماغ دي بتروح فين عشان اسألها، مش لاقياها، اللي يلاقيها يا جماعة يقول بعد اذنكم، يعني انا اختكم الصغيرة والطويلة في نفس ذات اللحظة. واستعنا على الشقة بالليل. أحب أنا الستات المكافحة الشقيانة دي. لازم لما نيجي نحطش ميك اب، شوفوا تعال كده. حطش ميك اب ليه؟ ليه؟ أنتِ حاطة ميك اب تحطي روج على روج؟ نعمل كده ونعمل كده عشان الناس تشوفنا حلوين. إحنا حلوين مش لازم حد يشوفنا حلوين. أنتِ قناعة لازم تبقى طالعة من جواكي، أنا حلوة طول ما أنا ماشية في الشقة طول النهار، أنا حلوة أنا حلوة. اهو حتى الولد صرخ من كتر الكذب اللي انا فيه، لازم اخد الطاقه الايجابيه مني، ما استناش حد يديها لي، ما حدش بيدي حد حاجه دلوقتي. بتحبي ترصصي كده؟ تشخليلي كده؟ مفيش ست ما بتحبش ترصص وتشخلي، بس ده اللي مش موجود، ده اللي منعنا، انتوا ليه بتتعاملوا معانا على اساس ان احنا بخلة؟ هو لو في ده كله هيشخلي، ده احنا هنخش لبعض حرب شخاليه. الدنيا مقصره معاكي كده. اتقطعت. حصل لها حاله انعدام رؤيه. ما بقتش عارفه هي رايحه فين. فريده عملت لك كده. يعني ايه كده؟ والله العظيم بالتلاته لك بيهم؟ زي عليا الطلاق بالتلاته كده؟ ما تلعبوش بافكاري، ولا دي محمد منير؟ ايه شمندور ولا ايه؟ عرض تلات انسيالات. عرض الانسيال الواحد بتمن الشقه اللي انا فيها صح؟ وفي حاسب، استنى يا مودي بصور. صور انا. خدتني من المصحف.